عليه، ماشي ما خدمناش عليه، ولكن وكنا مخصصين واحد الميزانيه مهمه، ولكن هذا البروفيل بنينا عليه مجموعه، حيت ملي غناقشوا تنوسعوا دائره النقاش، فتيجيو الناس ديال الماركتينغ تيقول لك بروفيل بحال الحمد لله ولا شي ستار ممكن نخدموا عليه حتى اونيفو ماركتينغ، توني ديالو الاسم ديالو كذا مجموعه من الحوايج. فحمد الله حمد الله لا يناقش، فبالتالي لما طرحنا كبروفيل كلشي قال لك اول ما يمكنش نرفضوا بحال هكا. فحمد الله المهم لك بغيت نتكلم لكم على المفاوضات كيفاش. لا تفضل 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 عطينا تفاصيل. شوف هذه القضيه ديال حمد الله خويا عصام مزيان تهضر عليها، لان كان اللي قال بان عنو كتا وما كانتش شي مفاوضات وعاكدوا بهذا. والامانه حنا كنا كنا حطينا خبر ديال التفاوض ديالكم مع حمد الله الوقت اللي وقع ولا البعض تيضحك قالك تكذبوا الى غير. المهم انت بغينا كتابا قلنا كاين ما كاين. شوف شوف انا عندي الواتساب ديال حمد الله وعندي التواصل ديالو، حتى حمد الله اللي سولتو راه غادي يجاوبكم. حمد الله سيدي كان تفاوضنا مع حمد الله، مش يعني ماشي تفاوضنا معاه، يعني عطيناه مقترح هو النفاتي في وقت واحد. كانت 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 المغرب تيلعب الكوب ضرب في الدوحة، وكان عندنا منخرط مفاد من عندنا اللي تتنقل بين قطر والدوحة والإمارات وجدة، فكلفنا بهذا لو سوجي جوج ديال لو سوجي ديال حمد الله وديال النفاتي. وحمد الله كان تيهضر معاه حتى نائب الرئيس اللي هو سفيان السعيدي، كان هو كان تيتكلم معاه، كان عنده كان واضح حمد الله واضح، وتنشكروه اولا على الطريقه باش كان تيتكلم معنا وكيفاش يهضر معنا. كان حمد الله كان تيقول لنا انا عيت يعني ست سنوات دوس 10 سنوات باغي ندخل المغرب، وإلا دخلت المغرب لان الام ديالو كانت عيانه، إلا دخلت المغرب غنلعب في الراجل باش يكون واضح. وكانوا بعض اللاعبين كانوا تيهضروا معاه في التليفون، منهم محسن متولي صديق ديالو وكذا، قالك اودي انا الا دخلت المغرب غادي نلعب في الراجل، فبالتالي انا راه باقي عندي مشكل مع فريق النصر، ملي غادي نحل المشكل وغناخذ قرار فين غادي نلعب، وبقينا معاه تنتواصلوا معاه كذا كذا، كل ما تنسمعوا شي خبر كل ما تنتواصلوا معاه. هاد الوقت مشى هو الميريكان، بقينا تنتواصلوا معاه في الميريكان. فملي خدا قرار باش يمشي لاتحاد جده تواصل معنا وقالنا تنعتذر لفريق الرجاء، وانا الفريق الوحيد يعني اللي ممكن نلعب فيه من غير اولمبيك اسفي هو الرجاء، لان الرجاء تيعجبني اللعب ديالها لو ستيل دو جو ديالها وتتلعب على الالقاب. فكان عندنا احتمال اما نديرو معاه على حسب شنو بغا هو، بغا سي موا اعاره يلعب معنا تشامبيونز ليغ وكذا، اذا تكون واضحين او اللي بغا. حنا دابا تنتكلموا بصفه كلمة ديال الرجال ماشي نغمضوا كل حاجه ونجبدوا لها دالي، المهم كاين هذا الشيء كاين يعني كنمشجع عندنا في الواتساب وكذا. بالنسبه لنفاتي بالنسبه لنفاتي بالفعل بدينا المفاوضات معاه في